السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. يوم بعد يوم عم تظهر أكثر الآثار السلبية للحرب على السوريين بكل شي حملته إلن من إصابات وتهجير قسري، لجوء، فقر، بطالة، تردي الأوضاع العامة. الحرب ما وقف أثرها على حدود الجسد وبس، لا، وصل للأسف لأعماق النفس وسبب فيها أمراض نفسية بتهدد حياة كتير من السوريين، مثل ما أدى لازدياد عدد متعاطي المواد والحبوب المخدرة. هذا الواقع دفع منظمة كلنا سوا بمدينة إدلب وريفا وبجهود تطوعية لافتتاح مركز إشراق بمدينة كفرنبل بهدف معالجة الإدمان والأمراض النفسية والعقلية ومساعدة المرضى على تجاوز محنتهم وآلامهم. المركز بينقسم لعيادة نفسية خارجية بشخص فيها الطبيب المختص الحالة وبيقدم العلاج الدوائي أو العلاج النفسي السلوكي للحالات العادية، وبتتم إحالة الحالات الحادة والشديدة وحالات الإدمان لمركز الاستشفاء اللي تم تخصيصه للبالغين، وبيحتوي على 12 سرير وبتتراوح مدة الاستشفاء فيه بين 5 ل21 يوم كحد أقصى. بالإضافة لهذا الشيء بيعمل فريق التوعية التابع للمركز ندوات توعوية لأهالي المرضى لتعريفهم بكيفية التعامل مع أولادهم وتقديم الدعم اللازم إلهم ليتمكنوا من احتضان مريضهم، وخاصة بعد فترة الاستشفاء. كادر المركز بيتكون من أطباء نفسيين ومرشدين وممرضين ومدربين على كيفية التعامل مع الحالات اللي بيتم علاجها بالمركز، واللي بتتراوح بين حالات بسيطة لحالات حادة مثل الاكتئاب الحاد، الانفصام، الحالات الذهنية الحادة، بالإضافة لعلاج الإدمان من المواد المخدرة والكحول. من خلال هالخدمات اللي بيقدمها المركز وصل عدد مستفيدين لحوالي 180 حالة نفسية و9 مدمنين تم علاجهم وفق خطط علاجية دوائية ورجعوا لحياتهم الطبيعية. وهيك من خلال تصدي مركز إشراق لحاجة السوريين وقيام القائمين عليهم بواجبهم الإنساني تجاه أهلهم السوريين، بنقدر نقول إنه نموذج حقيقي للسوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.